أهلا بكم إلى تفاصيل. رفضت الفيدرالية الإثيوبية لكرة القدم منح الاعتمادات للصحفيين الجزائريين المتواجدين بإثيوبيا لتغطية لقاء الخضر بنظيره الإثيوبي، حسب ما أكدته بعثة النهار المتواجدة بأديس أبابا. الفيدرالية الإثيوبية وفي خطوة مفاجئة طلبت من الصحفيين الجزائريين دفع مبالغ مالية من أجل دخول الملعب وتغطية الحدث. هذا وسيواجه الخضر في حدود الساعة 4 من مساء اليوم نظيره الإثيوبي في لقاء الجولة الأولى لتصفية كأس أمم إفريقيا لعام 2015 لكرة القدم ضمن المجموعة ب، قبل استقباله منتخب مالي يوم الأربعاء المقبل بالبوليدة هذا اللقاء الامتحان الأول للناخب الوطني الجديد الفرنسي كريستيان غوركيوف. إذن المنتخب الوطني سيكون عشية اليوم على موعد مع أولى مواجهاته أمام مضيفه الإثيوبي برسم التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها بالمغرب مطلع العام المقبل، حيث سيعمل أشبال المدرب الجديد غوركيوف على الإطاحة بالمنتخب الإثيوبي في عقر داره. إسلام بقرع. يضرب المنتخب الوطني موعدا آخر لعشاقه هذا السبت عندما يواجه المنتخب الإثيوبي بأديس أبابا في أول مباراة له لحساب التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2015 بالمغرب، ويدخل الخضر بوجوه جديدة ستمثل الجزائر لأول مرة، أبرزها المدرب الفرنسي كريستيان غوركيوف الذي سيكون على موعد في أول اختبار له على رأس العارضة الفنية لمحاربي الصحراء، بعد أن خلف المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش الذي قاد الخضر إلى الدور الثاني من مونديال البرازيل لأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية. هذا وسيكون كل من مهدي زفان جديد لاعبي الخضر، بالإضافة إلى عودة مهاجم نادي بارما الإيطالي إسحاق بالفضيل، كما ستشهد المباراة عودة أحد صناع ملحمة أومدرمان فوزي شوشي، بينما سيكون رياض بودبوز وعدلان قديورا على موعد مع العودة إلى أجواء المنتخب الوطني. مباراة لن تكون بالسهلة كما يعتقد أبرز عشاق الفريق الوطني نظرا للظروف الصعبة التي ستحيط بها، حيث سيعاني أشبال المدرب الفرنسي كثيرا، خاصة وأنهم سيواجهون إثيوبيا على أرضية ملعب يرتفع كثيرا على مستوى سطح البحر، وهذا ما سيجعلهم يبذلون مجهودات إضافية، كما ستكون الحرارة المرتفعة إحدى العوامل التي ستقف أمام الأداء الجيد للخضر. وعلى غرار كل العوامل المناخية الصعبة، فإن المنتخب الإثيوبي لن يكون بالفريسة السهلة عندما سيحاول بشتى الطرق إحراج التشكيلة الوطنية من أجل الوصول إلى المغرب. ووسط مطالب الجمهور الجزائري التي لن ترضى بأي نتيجة سوى الفوز والنقاط الثلاث، فإن المدرب الفرنسي كريستيان غوركيوف أمام حتمية واحدة هي تحقيق الانتصار الأول له مع التشكيلة الوطنية، وتأكيد أنه لا يقل شأنا عن سابقه المدرب حليلوزيتش. شهد مشروع قانون العمل الجديد العديد من الانتقادات من طرف أعضاء النقابة المركزية، حيث اعتبره النقابيون عملا غير إنساني ولا يخدم العمال، خاصة مع عودة العقود المحدودة الأجل. التفاصيل مع أحمد محمودي. مشروع قانون العمل الذي بقي حبيس أدراج وزارة العمل منذ سنة 2005 قبل الإفراج عنه مؤخرا، جاءت معظم بنوده حسب أعضاء المركزية النقابية مجحفة في حق العامل الجزائري، خصوصا المتعلقة بعقود العمل المحدودة الآجال. دونك حنا السي دي دي هذا ما يخدمناش لي سي دي دي لي اطون بارسيال لي ادوري ديتيرميني، ما يخدمش ما يخدمنا. حنا نطالب بالعمل لما لا بيريود دي سي نتاعو ال باس ادي كونكلويونت ايدي اون سي دي مباشرة بنحمي اولا منصب العمل وكذلك بها تكون المردوديه والانتاجيه داخل المؤسسات. عوده هذه العقود في اطار ما اطلق عليه مرونه سوق العمل يراها النقابيون نقطه من شانها خلق هشاشه وعدم استقرار بالنسبه للعمال وبالتالي على المؤسسات الاقتصاديه. Le problème c'est que les gens veulent globaliser le CDD. C'est une dépermanisation qu'ils veulent. هي معناتها العامل او العامله
تقدر تتشغل الصباح يعني يخدموها الصباح ولا العمل ولا يخدموها الصباح ويبطلوها العشية، وهكذا كيف يقدر يكون عنده حقوق، كيف يقدر يتنظم نقابيا، كيف يقدر يكون عنده أمل باش يبني حياته. مشروع قانون العمل الذي خيب في معظم بنوده أمل العمال يحتم على النقابيين ممثلي العمال التحرك من أجل إثرائه بمقترحات من شأنها خدمة العمال والمؤسسة على حد سواء. بعد تصريحات وزير العدل حافظ الختام طيب لوح الأخيرة كثر الحديث حول الإصلاحات التي ستدخلها الوزارة على مختلف هياكل قطاع العدالة. هذا المشروع الذي لا يزال ورشة مفتوحة منذ عام 1999 تاريخ إنشاء الرئيس بوتفليقة للجنة الوطنية لإصلاح العدالة. إكرام طيباوي. كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة العليا جعلتها وكأنها متساوية مع باقي المحاكم والمجالس القضائية، حيث فاق عدد القضايا العالقة 250 ألف قضية حسب وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، والذي أعاب الاستراتيجية المتبعة من قبل الوزارة لحل هذا المشكل. تراكم القضايا على مستوى المحكمة العليا تجاوز في المجال الجزائي المدني أكثر من 257 ألف قضية. ليس الحل هو أن نأتي بالقضاة وبعدد كبير إلى المحكمة العليا. وحسب رجال القانون فإن كثرة القضايا الصغيرة كالجناح والمخالفات التي تطرح أمام المحكمة العليا هي أحد أسباب تراكم القضايا. لازم نحد الطعون، مثلا الجناح البسيطة ما تكونش موضوع طعن، ما تكونش قابلة للطعن، تكون نهائيا القرار حيكون نهائي على مستوى المجلس. محكمة الجنايات لازم تكون لها درجة استئناف، ما تبقاش محكمة نهائية كل الأحكام تاعها قابلة إلا للطعن، لازم تكون محكمة استئناف كما كثير من الدول. الضغط الذي تعرفه المحكمة العليا ليس قضية جديدة، إلا أن وزارة العدل لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة لاسترجاع وظيفة المحكمة العليا الأصلية كهيئة قانونية تنظر في أمهات القضايا. إلى شأن تربوي عفوا، حيث تحديات كبيرة تنتظر وزيرة التربية نورية بن غبريت عشية الدخول المدرسي، منها ما تعلق بمطالب نقابات القطاع ومنها ما تعلق بالهياكل مناهج وظروف التدريس. رضيا بن هباج والتفاصيل. ما يقارب الخمسة أشهر هي المدة الزمنية التي مرت على تنصيب نورية بن غبريط على رأس قطاع التربية الوطنية، تنصيب جاء في وقت كانت الساحة التربوية تعيش غليانا ومشاكل على كل الأصعدة. مهمة الوزيرة الجديدة في الدخول المدرسي الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة ستكون تحديا كبيرا بالنظر إلى واقع القطاع. أهم هذه التحديات التكفل العاجل بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، توسيع وتعميم التعليم التحضيري بالإضافة إلى المطاعم والنقل المدرسي، القضاء على العنف المدرسي. وأكبر تحدي أمام الوزيرة هو العمل على استقرار القطاع من خلال كسب ثقة النقابات التي تهدد بشل القطاع في حال عدم تلبية مطالبهم، خاصة ما تعلق بإعادة النظر بمنحة الجنوب والمنحة البيداغوجية. في المقابل، الدخول المدرسي الجديد سيشهد توظيف ما يقارب 25 ألف أستاذ جديد، تخفيف في مناهج السنة الأولى الثانية والثالثة ابتدائي، ما سينعكس آليا على ثقل المحفظة. العودة إلى الأقسام الخاصة بالنسبة لأقسام البكالوريا لامتصاص الاكتظاظ الناجم عن الأعداد الكبيرة للراسبين الذين قدر عددهم بأكثر من 360 ألف راسب. وسيشهد الدخول المدرسي الجديد تسلم 88 ثانوية و 81 متوسطة و 270 ابتدائية، وسيلتحق في 7 سبتمبر القادم ما يزيد عن 8 ملايين تلميذ بالمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث.
وعشية الدخول المدرسي وعقب مرور أيام على تعليمة ولي العاصمة عبد القادر زوخ لمصالح الحالة المدنية القضية بتمديد ساعات العمل إلى غاية 11 ليلا على مستوى بلدية العاصمة تزامنا مع الدخول المدرسي، تجولت كاميرا النهار إلى البلديات للتأكد من مدى تطبيق التعليمات مع سمية سماش. تزامنا مع الدخول المدرسي والحاجة الملحة لاستخراج وثائق التسجيل من البلديات وبعد أمر من والي العاصمة بتمديد ساعات الخدمة إلى غاية 11 ليلا انتقلت كاميرا النهار لزيارة عدة بلديات للتأكد من مدى تطبيق التعليمة غير أن العديد منها تجاهلها باستثناء بلدية الجزائر الوسطى. التعليمة جاتنا عن ثلاث أيام وين تقول الحالة المدنية على المستوى الجزائر العاصمة بعض البلديات خاصة اللي عندها اكتظاظ في النهار لازم تفتح حتى ال 11 تعليل، دونك الحمد لله المبادرة حتى ال 11 تعليل خاصة مع الدخول المدرسي الحالة المدنية يكون فيها اكتظاظ كبير. العاصميون رحبوا بالفكرة خاصة مع الاكتظاظ الذي تعرفه البلديات مع كل دخول مدرسي حيث اعتبرها البعض الآخر خدمة للمواطنين والعمال. اليوم جينا أنا وصاحبي جينا نخرجوا شهر ميلاد باش نهار الحد نروح نقرا والصبح كنا في البحر هذا وين جينا نخرجوا كوارد والبلدية مليحة اليوم هاي حالة في الليل 11 تاع الليل ولادي حبوا يحوسوا شوية ومن هنا خصوني الكوارد جابي افير لابريميدي باش يدخل المسيد ان شاء الله حاجه مليحه راني حبط منها يحوسوا ياكلوا لاكريم منها لا يبارك لا يعاونهم ان شاء الله انا نديروا كوارتنا في الليل ان شاء الله. نتمنوا البلديات الاخرين يتبعوهم ونشكر الناس اللي يخليوا اهلهم يدخلوا كل يوم تقريبا حتى 12 تعليق تري بيان دي زور دي سوار حقنا دي بابي جبناهم سون لا اوتور سون جونتيل الجماعه الله يجازيهم. استخراج الوثائق ليلا خدمة ستخفف الطوابير التي طالما أرقت المواطن غير أن تطبيق التعليم يبقى في تخصيص لجنة خاصة للمراقبة والسهر على تنفيذها. بدأت ظاهرة نزوح اللاجئين اللافرقة إلى مختلف المدن الجزائرية تأخذ أبعادا أخرى في ظل استمرار توافد العشرات من العائلات من جنسيات إفريقية مختلفة على الحدود الجزائرية حيث ينام الجزائريون اليوم ليستيقظوا على مشاهد أطفال قسار ونساء حوامل يجوبون المدن بحثا عن الغذاء والأمن ويتخذون من الطرقات مراقد جماعية ورغم المساعدات المقدمة من الجزائريين إلا أنهم ناشدوا السلطات الجزائرية تحسين ظروف معيشتهم. التفاصيل في ميكروفون ابتسام بسلامة. beaucoup de gens qui nous aident ici, ils donnent à manger, ils donnent l'argent, couverture, les habits, tout. Oui, ils ont donné. Dieu merci. Moi, je pense à l'État algérien, il faut nous aider parce que nos gens toujours sont traités dans la rue, il y a pas là où on va dormir. Tout ce que nous va, on va nous chasser. Maintenant, 4 jours, moi, je ne dors pas. Il faut être et pitié des gens. Même nous, nous sommes des musulmans. Il y a des gens qui la maison, ils ne sont pas. Moi, je suis musulmane 100%. Mais chaque fois, je suis un peu. هذا وستتابعون في برنامج تحريات الذي سيعرض أو سيعرض سهرة ثلاثاء تحقيقا مفصلا حول هجرة الأفارقة إلى الجزائر. دوليا يعيش سكان قطاع غزة في أزمة حقيقية جراء النقص الحاد في وصول المياه إلى البيوت جراء قصف الاحتلال للعديد من أبار المياه خلال الحرب الأخيرة على القطاع. مراسلنا في قطاع غزة شعيب يوسف بعث بالتالي. ينشغل الطفلان الشقيقان محمد وعمر في البحث وتحضير المياه لعائلتهما التي تقطن في مخيم الشاطئ للاجئين بغزة، فالقطاع يشهد أزمة حادة في نقص المياه ما يمنعها من الوصول إلى البيوت بعدما قصفت آبار المياه من قبل الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. احنا بنعاني من قلة المياه عندنا في البيوت، فيش لا مية ولا كهرباء، المية بتجينا مية مالحة. بس هالوقت بعد الحرب انقطعنا من المية ومن الكهرباء ومن الغاز ومن البترول ومن الحياة الطيبة.
أكثر من 7 آبار في مدينة غزة دمرت بشكل كامل، إضافة إلى 5 آبار دمرت بشكل جزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ما يدلل على أن الاحتلال معني بتدمير البنية التحتية للقطاع. الوضع المائي في مدينة غزة وضع سيء جدا، هناك أكثر من 30% من سكان مدينة غزة الآن لا يصلهم المياه، لا نستطيع من ناحية فنية توصيل المياه إليهم لعدم وجود آبار في المنطقة نظرا لتدميرها وتدمير شبكات المياه في المنطقة. أزمة المياه بغزة ليست هي الأزمة الوحيدة لسكان القطاع، فالأزمات كثيرة وعديدة وهي بحاجة إلى جهد حقيقي. شعيب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين. ختم الموجة، شكرا لكم والسلام عليكم.